المؤسسة بتقدم الخدمة الطبية على أعلى مستوى. إحنا بس مش بيبقى معانا الدكاترة والأدوية اللي المرضى بيبقوا محتاجينها، إحنا كمان بيبقى معانا معمل التحاليل، بشكل إن أي من العيادات بتطلب تحاليل بنقدر نوفرها على طول، وكمان بيبقى معانا أجهزة السونار سواء للرجال أو للنساء. برضو بيبقى معانا في القافلة تحليل فيروس سي، وبنكشف على معظم المرضى اللي بتبقى محتاجة تعرف التحليل ده، والحالات البوزيتيف بنقدر نتابع معاها ونجيبها القاهرة بحيث ان احنا نقدم لها العلاج اللازم. الحمد لله بقى لنا اكتر من سنتين ونص، داخلين على 3 سنين دلوقتي almost. حققنا نجاحات كتير الحمد لله، غطينا أماكن كتير، قرى كتير في مصر. إحنا لما ابتدينا نتوسع في حتت كتير ورحنا محافظات مختلفة عن الفيوم وعن الجيزة وعن بني سويف، رجعنا لقينا الناس أهل الفيوم نفسهم والقرى المختلفة والناس اللي تبع وزارة الصحة اللي كانوا بيساعدونا ابتدوا يسألوا علينا تاني، يعني يسألوا على مؤسسة إبراهيم بدران بالاسم. وعملنا عملت أشياء، عملت تحليلات وعملت بتاع الدم للسكر، يعني البرد فيكم ربنا، يعني حاجات غالية قوي ما خدوش مني تعريفة. كل التعامل مع الـ مع الـ مع الـ مع العيانين الحمد لله بيبقى مختلف وبطريقة إنسانية وبطريقة كويسة، إن هم في الآخر هم اللي سألوا علينا وخلونا الحمد لله ان احنا نرجع لهم تاني الفيوم في كرة مختلفة عن اللي احنا كنا بنروحها طبعا عشان نغطي.